الأستاذ محمد توفيت والدته، وهو من ساعة ما توفيت وهو في حالة يعني صعبة، وعلى طول هي قدامه بيشوفها، فهو بيتكلم إنه على طول بيحب يروح يزورها، فهي بتشعر، الميت طبعا يشعر، بدليل إحنا لما بنروح بنقول السلام عليكم، فبنتكلم السلام والتحية والخطاب لمين؟ السلام عليكم يا أهل القبور، أو السلام عليكم يا أمي ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أكلم من لا يسمعني؟ لا، بيسمعني. فالميت بيشعر بمن يزوره، فإذا كان ذلك يريحك وإنت بتروح للاعتبار والاتعاظ وأن هذا هو المآل الذي سينتهي إليه الجميع، فلا بأس، وتقرأ لها وتذكر قدر الطاقة بالاعتراض، والصدقة اللي حضرتك بتقوم يعني تهب ثوابها إلى والدتك يصل ثوابها إن شاء الله، وكل أعمال البر ينتفع بها المتوفى. وزادك الله أخي الفاضل حرصا على الخير، لكن ما حبس نفسي في دائرة في هذه المشاعر، أمر طبيعي، دي أم، ما فيش بعد هذين في الدنيا هما الرحماء، الأب والأم، طبيعي إن هتبقى فيها المشاعر، لكن أنا أتقوى بالله سبحانه وتعالى وأجدد المعنى المعلوم أننا جميعا إلى هذا المصير سنؤول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة، اللهم أمين يا رب العالمين.